أولى بالنائبة حنان الفتلاوي انتظار نتائج التحقيق التي طلبت من لجنة النزاهة إجراؤها مع هيئة الرئاسة. إن تصريحاتها الإعلامية المتكررة تدخل في نطاق الإساءة والتشهير الذي يعد خرقاً الذي يعد قذفاً يحاسب عليه قانون العقوبات العراقي. كان الأحرى بالنائبة حنان سعيد أن تتساءل عن حقيقة هذه الزيارات، هل هي للاستجمام أم لإنجاز عمل مثمر يعود بالخير والنفع على الوطن؟